قال طبيب الرجاء الرياضي عبد الحكيم أيت الحسن أن اللاعب وائل نوح السعداوي يعاني من إصابة طفيفة بعد مشاركته رفقة المنتخب المحلي في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين طوطال 2020، مؤكدا أن مهاجم مولودية وجدة السابق سيعود إلى أجواء المنافسة قريبا. وقال أيت الحسن في تصريح لوسائل الإعلام عقب مباراة النصور الخضر أمام الاتحاد المنستيري يوم أمس الأحد، نوح السعداوي عاد بإصابة من المنتخب المحلي، خضع للفحوصات الطبية التي مكنتنا من تشخيص إصابته، هو الآن في مرحلة الإعداد البدني وسيكون جاهزا للأسبوع القادم. كما أكد المتحدث نفسه أن قائد الفريق محسن متولي لا يعاني من أي كسر على مستوى القفص الصدري، لافتا إلى أنه تعرض فقط لكدمة سيتعافى منها قريبا، علما أنه غاب عن مقابلة الأمس أمام الاتحاد المنستيري. وكان النصور الخضر قد انتصروا بهدف نظيف من تسجيل محمود بن حليب في مقابلة الأمس على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، برسم ذهاب الدور 32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية على أن يقام لقاء الإياب في 21 من هذا الشهر بتونس. تتجه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لتأكيد موعد مباراة الوداد الرياضي وضيفه الفتح الرياضي التي تدخل ضمن لقاءات الجولة 6 من البطولة الاحترافية القسم الأول إنوي. وأكد مصدر موثوق أن فكرة تأجيل موعد اللقاء يوم الثلاثاء القادم تبقى مستبعدة رغم ضيق الوقت باعتبار شرط 72 ساعة بين مباراة أخرى مستوفى. ويستقبل الوداد الرياضي ضيفه الفتح غدا الثلاثاء بداية من الساعة 7:30 مساء على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وأعلن نادي الوداد الرياضي عبر بلاغ رسمي أن المباراة التي تم نقلها للقاهرة بعد اتفاق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد المصري للعبة، وتوصل الاتحاد الإفريقي بمراسلة من الجامعة حول الاتفاق المذكور، إذ من المقرر أن يحتضن ملعب الأهلي السلام سابقا المواجهة يوم الجمعة القادم 19 فبراير الجاري برسم الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بدأ مدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي واثقا من عودة فريقه بالتأهل من تونس أمام الاتحاد المنستيري ضمن إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوز النصور الخضر في الذهاب يوم أمس الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء بهدف نظيف. وقال الإطار الوطني في تصريح تلفزيوني عقب مواجهة الأمس: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام المرمى، كان بإمكاننا إحراز أكثر من هدف، لكنني أهنئ اللاعبين على مجهودهم وأشكرهم على أدائهم. وأضاف المتحدث نفسه: بوسعنا العودة بالتأهل من تونس، إننا نثق في إمكانيتنا وقدراتنا. تبادل الأنصار المصريون وجماهير الوداد الرياضي رسائل الود والتقدير والشكر فيما بينهم بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على احتضان مواجهة الفريق الأحمر أمام كايزر شيفت الجنوب إفريقي على أرضية ملعب الأهلي السلام سابقا برسم الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وبادرت الجماهير المصرية إلى الترحيب بالكتيبة الحمراء في مصر في الوقت الذي تمن فيه الوداديون عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والتي لمسوها من خلال احتضان المباراة بعد تعذر إقامتها في المغرب. وصف الإطار الوطني طارق السكيشيوي مدرب نهضة بركان هزيمة فريقه الأمس أمام يوسفية برشيد بالمرة. وقال السكيشيوي في تصريح تلفزي عقب المواجهة: واجهنا فريقا منظما على المستوى الدفاعي ونجح بقتاليته اليوم في الحفاظ على تقدمه والخروج منتصرا. وأردف المتحدث ذاته قائلا: حولنا معادلة الكفة لكن اللمسة الأخيرة غابت عن اللاعبين، فضلا عن طرد العربي الناجي الذي بعشر أوراقنا بالرغم من تلقي أحد لاعبي الخصم البطاقة الحمراء. يذكر أن اللقاء أجري الأمس على أرضية ملعب برشيد البلدي برسم الجولة 6 من البطولة الاحترافية إنوي، وانتهى بهدف دون رد لصالح الفريق الحريزي. خرج النجم المصري محمد صلاح لطمأنة أنصار نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب هزيمة الفريق يوم السبت أمام مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليتجرع الريدز طعم الخسارة في المباراة التالية تتواليا بالدوري الإنجليزي الممتاز. ونشر صلاح
تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد من خلالها أن الفريق سيعود بقوة، وأن النتائج السلبية التي يحصدها الريدز في الآونة الأخيرة لا تعكس الصورة الحقيقية لرفاق صلاح. وكتب لاعب روما السابق: لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتلك الأبطال حتى النهاية، لا نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حققناها، هذا هو وعدي لكم جميعا. تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يحتل المركز الرابع في ترتيب البريمير ليج برصيد 40 نقطة، ويبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي ب13 نقطة، علما أن فريق المدرب جوزيب غوارديولا لا زال يمتلك مباراة مؤجلة.